يشتغل فيهم رجل يؤتمن ورجل أمين ورجل محترم. ومش أنا اللي هدافع عن حسام، لأن حسام البدري لدى جماهير النادي الأهلي مساحة بينه وبينهم، ويعرفون جيدا من حسام البدري. ولكن الأمانة اقتضت علي وجدت نفسي مطالب إن أنا أعطيه حقه في غيابه، لأنه يستحق هذه الكلمات. وكمان مش أقف عندي ده وبس، بل تقديرا لحسام البدري أهديه هذا الإهداء من برنامج كورة بلدنا، تحية مننا لحسام البدري، لأنه لا يستحق التشويش عليه ولا يستحق أن يهان، بل يستحق أن يكرم. إنه صاحب الأرقام القياسية، إن كنت لا تدري أنت أو غيرك. جمهور الأهلي العظيم الذي يعرف قيمة حسام البدري ويرفض تشويشه أو التقليل من قيمته، وشكرا لحسام البدري الذي أعطى كثيرا ويعطي في أي مكان هو فيه، لأنه شرف لأي مكان.